تصدر المصباح الانتخابات التشريعية 25 نوفمبر 2011، ثم الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر 2016 ليقود الحكومة لمرحلتين متتاليتين تعززت فيهما الثقة الشعبية التي حصل عليها الحزب. داز المؤتمر الوطني الأول وداز المؤتمر الوطني الثاني، كل واحد من المجلس الوطني وكل واحد من الإخوان ساهم بالطريقة دياله. ما تصنوش من الناس يكونوا كلهم متشابهين، كل واحد ساهم بالطريقة ديالو، ويقدر يكون عملنا أخطاء، ونقدروا نكونوا عملنا مخالفات، ونقدروا نكونوا عملنا ذنوب وقعنا في معاصي. وجيت وطلبت من الإخوان باش يتغافروا ويتسامحوا في المجلس الوطني الأخير ونمشيوا للمستقبل. ما نخبيش أنه بعض الكلمات ألمتني وأنا بقي مألم منها، ولكن اليوم هو يوم التسامح والتغافر. الله يسلمك. ولكن طبعا الحال شديتها وخليتها في المكتب، حافظت عليها بكل العناية. ولكن ملي وقع هذه الأحداث بدات كتبان لي أخطاء، كان الأمل ديالي هي نوصل لهذه اللحظة هذه اللي غنسلم هذه اللوحة للعمل اللي عملتها. هذا السيدي العزامي راه راجل طيب طريف بزاف، لحد انه ما تدخلش حتى دابا. خطر بالسفينه تسير الى نهايتها، ولكن كنظن بانه راه مناضل شرس، مناضل خضري، مناضل شرس، مناضل شرس ان شاء الله. جزاه الله خيرا، التوفيق ان شاء الله. انا تنعتز هذه المدرسه لانني تبعت التداول اليوم، المستوى الراقي، الحرية، المسؤولية، اللي ما كاينش المداهنة. بنادم تيقول لك الحقيقة في وجهك بطريقة لائقة. وأنا اليوم أعتز أكثر من أي وقت مضى بانتمائي لهذا الحزب. إخوان، هذا واحد الكنز ماشي ديالكم، هذا واحد الكنز يا المغرب، ينبغي المحافظة عليه. هذه بلادنا، بغيناها ترقى، بغيناها تزيد القدام، بغيناها تفوز الدول الصاعده والناميه. راه ما غادي تزيد الا بامثالكم وبامثال هذا الحزب وبامثال العظام مثل السعدي الامكاني. فلذلك عضوا على هذا الحزب بالنواجذ.